السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله حناخذه اللي هو الـ Economic Dispatch Including Generation Limit. طبعا عارفين نحن أن ما فيش أي باور بلانت لها قدرة، ما فيش باور بلانت تحد يعني تعطيك قدرة يعني unlimited، ضروري يكون في limits، وضروري يكون في energy density، وضروري يكون في يعني energy limits أو يعني maximum power تعطي فيها البلانت هذه. طبعا بخصوص الماكسيموم باور يحددها شنو بالضبط في الباور بلانت؟ هل شنو يحددها بالضبط في الباور بلانت؟ هذا سؤال للجميع. قديش سرعة الشافت ممكن يتحرك؟ سوري؟ السرعة اللي ممكن يتحرك فيها الشافت؟ لا عادي، مش السرعة، قيمتها الرقمية يعني، مش القيمة الرقمية للسرعة يعني. دكتور بس ايش، معلش السؤال كم مرة؟ شنو اللي يحدد الماكسيموم بتاع الباور بلانت؟ شنو اللي يخلي فيه ماكسيموم؟ يعني شنو اللي يخلي مثلا جنريتور حجم الكرسي اللي انت جالس عليه يولد في قدرة مش كيف الجنريتور بحجم الدار اللي انت موجود فيها؟ يعني اللي بحجم الغرفة، والله كل ما كبر معي الحجم ميكانيكيا تكبر معايا القدرة اللي يعطيها، صح ولا لا؟ بسبب ايش؟ بسبب كبر الكينيتيك انرجي متاعها، الطاقة الكامنة فيها، تمام؟ بسبب كبر الطاقة الكامنة فيها، كل ما يكبر الحجم كل ما يكون في قوة أكبر، انرشيا أكبر، طاقة كامنة أكبر، يبقى لنفس الانرشيا او اسف لنفس السرعه كيف ما حكى نجاتي، الكينيتيك انرجي نص جي اوميجا تربيع. الجي اللي هو الانرشيا، مومنت اوف انرشيا، والاوميجا اللي هي السرعه. فلو ثبتت السرعه وكان في مومنت اوف انرشيا اكبر، فبالتالي حيكون عندك انت الكينيتيك انرجي حتكون اكبر، وحيكون الماكسيموم باور المتطلبه تقدر تستخلصها من مخزون الطاقة الكامنة في الباور بلانت حيكون أكبر. في حاجة واحدة أخرى يعتمد عليها الماكسيموم باور، كان في حد ممكن يقولها لنا؟ ريتنج للكومبوننت جوات المنطقة اللي ولدوا فيها الجنريشن. لا هذا الديماند، انا نحكي لك على الديماند. هذا مثلا نحكي لك على باور بلانت، انا في حد ذاته بغض النظر عن الديماند. الديماند فعلا صح هو اللي يحدد القدره المسحوبه من الباور بلانت. اذا كان الديماند 3 جيجا مثلا، هل يقدر يطلع 3 جيجا من مولد؟ لا مش شرط. بالضبط صح. يعني ما نحكيش على الديماند، انا نحكي على القدره اللي تقدر تنتجها الباور بلانت. الشيء اللي دخل في الهيت والبريشر اللي بقدر اعمله في الجنريشن. ممتاز، هذا صح، هذا السبب الرئيسي، الا وهو حجم البويلر. حجم البويلر مش من ناحيه حجمه بس كضخم هيك ككبر شكله خلاص، لا، حجمه من ناحيه انه هو قدره يعني البريشر والتمبراتشر اللي يقدر يتحملهن ويقدر يعني يشتغل عليهن نورمالي، فبالتالي حتى هن يحددن الماكسيموم باور. لاني انا ما نقدرش نستخلص قدره ونرفع البريشر والتمبراتشر بتاع البويلر اكثر من ليميتس بتاعته، فتره بسيطه بعدها خلاص حي حي يعني حيصير ديتيريوريشن في البويلر، حينهار بالكامل، تمام؟ انت شوف انت الكتل بعد تقعد تسخف الميه فيه مرات، انت السنسور بتاعه لو انه هو ما اشتغلش حينفتح الغطام بتاعه من فوق، صح؟ فبالتالي ايش؟ يعني اللي يحدد لي الماكسيموم باور مينلي الشافت، يعني الالكتروميكانيكال بارتس اللي هو الجنريتور توربين كومبوننت والبويلر. باهي شنو اللي يحدد المينيموم؟ ليش ما نقدرش نخليها تنزل لعند الصفر وترقى لعند الماكسيموم هيك بفلكسبيليتي؟ ليش ضروري يكون في مينيموم؟ لانه حكيناها مره انه اذا صار في تحول، لانه الجنريتر باخذ بستيم
وإذا قلت درجة الحرارة وضل صار ليكويد ودخل على الجنريتر ممكن يخرب لي إياه لأنه مصمم يستقبل ستيم. نعم، لكن ما يدخلش على الجنريتور الفلويد هذا الليكويد، ما يدخلش على ما يدخلش على الجنريتور، يدخل على ايش؟ يدخل على التربين دكتور. ايوه ممتاز، يدخل على التربين، ما يدخلش على الجنريتور، الجنريتور بروحه معزول، يدخل على التربينه ويدخل مينلي، مش على التربينه بحد ذاتها، التربينه بحد ذاتها قويه، يدخل على الريش بتاعت التربين، الريش بتاعت التربين هذين اللي خشت عليهم الميه خلاص حيتاكلن يعني حيصير فين سيفير دامج، فبالتالي ايش حيخرب حيدمر الستيم تربين في حاله انه هو اخذ ووتر انستد اوف هوت ستيم. فبالتالي نحن عندنا فور ستيبل بويلر اوبريشن ضروري يشتغل عند، نحن نشتغله عند مينيمم باور ولو فور capability and machine size and safe limits of the boiler we have to operate at maximum power. فبالتالي keep this on mind وقس على ذلك أي power plant ثانية ليش في لها minimum وmaximum وهكذا، حتلقى فيها أن الأسباب متعلقة بالsafety والdevices الموجودة فيها. هنا لو جينا نحن حكينا الكلام هذا، قال لك أنا the power output of each generator shouldn't exceed its rated limit nor should it be below the necessary for boil for stable boiler operation. طبعا ما حكيش على التفاصيل ولكن حكينا عليه نحن تو. Thus the generations are limited or restricted within minimum and maximum values. Within minimum and maximum values. The problem is then to find the economic dispatch that minimizes the total fuel cost which satisfying the generations are within safe practical limits. ما ينفع اني انا نحقق الايكونومي واللوست والليست كوست مع ضياع السيفتي في الباور بلانت. ماثيماتيكلي سبيكينج حيقعد عندنا الباور ما بين مينيموم وماكسيموم. هنا طبعا من لما تضمنها في المعادلات حيطلع عندنا the Kuhn-Tucker conditions. Kuhn-Tucker conditions complements the Lagrangian conditions to include the inequality constraints. There are known in some books to be Karush-Kuhn-Tucker conditions. هذوما الرياضياتيين هم اللي داروا الconditions هذين، يعني الlimits هذين. ونحن عارفين بالماثيماتكس خذينا مثال على inequality constraints وكيف ندخلوها بالexample بتاع الcircle. لو متذكريننا عرفنا كيف ندخلوا الـ inequality constraints ونحلوهن بدون أي مشاكل. The necessary condition for economic dispatch neglecting losses and including generation limits are. لما يقعد عندك أنت مثلا لما تقعد لما بالحسبة بالحسابات لما تقعد عندك الباور يعني قعدت ما بين المينيموم والماكسيموم حتقعد عندك اللمدة تساوي اللمدة العادية، ولكن في أي باور بلانت أجبرنك الظروف أنك تخليها عند الماكسيموم حيقعد اللاندا متاحة أقل من اللاندا العادية اللي يشتغل عندها السيستم. والثانية العكس، لو أنك أنت أجبرتها أنها تشتغل عند مينيموم معين لأنك أنت ما تقدرش تنزل أقل من المينيموم، فحتكون اللاندا متاحة أكبر من اللاندا متاع السيستم. لو جينا حكينا هنا قال لك أنا the numerical solution is the same as before i.e. for an estimated values for lambda and pi, we use coordination equation to find these powers. Then the iteration is continued until we get summation of pi equals pd. طبعا الافضل انك انت تحلها باستخدام الايتريتيف تكنيك، حتى هذه تحلها باستخدام الايتريتيف تكنيك لانها very simple بالايتريتيف تكنيك، حتكون سهله جدا. As soon as the plant reaches its minimum and maximum values, the plant is pegged at its allowable limit. يعني إذا كان عندك أنت قدرة أطلعت أقل من المينيموم أرفع أقل من المينيموم أرفعها عند المينيموم، أرفعها لعند المينيموم وخليها شغالة عند المينيموم به الكمية اللي رفعنا بها الباور بلانت هذه بحيث إن وصلناها المينيموم، خلاص نوزعوها بالماينس على بقية اليونتس. والعكس بالعكس، لو إن عندك أنت قدرة تجاوزت الحد mathematically speaking وانت لانك انت انجينير مش ماثيماتيشن عارف ان هذين في ماكسيموم ليميت ضروري تشتغل عندها، نقصها خليها عند الماكسيموم والفاضل من القدره اللي مقدر ينقصت به
وزعه بالبوزيتيف على بقية الباور بلانت. As soon as the plant reaches its minimum or maximum value, the plant is picked at its allowable limit. But the unviolated must operate at the same incremental fuel cost. طبعا نحن حناخذ example توا على الموضوع هذا إن شاء الله، اللي هو نفس الإكسامبل اللي فات ولكن مع تغيرات الـ constraints ومع تغيرات الـ P demand. Stay with me لحظة بس هنا. سوري طبعا اي لو في حد عنده اي سؤال ولا هكي ممكن يسالني بالمايك، لان مرات I didn't notice الشات و anyway ان شاء الله يعني if I notice it earlier I will tell you my answer باذن الله. حيكون عندنا هنا example هو نفس الاكزامبل اللي فات ولكن مع بعض التغيرات، نفس الكوردينيشن equations اللي فاتن اللي هو حيكون هنا solution of example. هنا example 1-4 حيكون عندنا هنا نفس الـ نفس الـ cost equations ولكن هنا كانت الـ P1 في عندها limits ما بين الـ 450 وأكبر من أو يساوي 200، الـ P2 ما بين 350 أكبر من أو يساوي 350 وأقل من أو يساوي 150 ميجاوات، طبعا كلنا الميجاوات. P3 ما بين 225 ميجاوات وما بين 100 ميجاوات، طبعا الأرقام هذينا مش حقيقية ولكن typical، يعني typical عادة المينيموم يكون الثلث، لو أنه هو once throw boiler حيكون الثلث من الريتنج، يعني مثلا عندك أنت 600 ميجاوات المينيموم نقوله 200، نقوله هيك يعني around 200 لو أنه هو once throw boiler، لو أنه درم بويلر ممكن ينزل أقل من 200 شوية، ولكن هذين زي ما قلت لكم أنتم أرقام هذين typical. ال demand P demand كان قيمتها الـ P demand 975 ميجاوات، طبعا هو اختار القيمة هذه المؤلف لأنه عارف أن الـ demand الكبير هذا 800 مش حتتجاوز به الماكسيموم، ولكن عادة الـ demand اللي يقعد كبير تتجاوز به واحدة منهن الماكسيموم. Let's start now، عندنا هنا solution. طبعا بالنسبة للـ example التكست بتاعه برضه حنعمل له upload مع السلايد اللي ورسني لكم تو، وان شاء الله مع الحلول هذين الوايت بورد. تمام، فعندنا هنا ما دام ان عندنا اللامدا نفرضوها اكبر من اكبر بيتا، الافضل ان نفرضوها اكبر من اكبر بيتا تو ريتش ذا سولوشن فاستر. حيقعد عندنا هنا لامدا للفيرست ايتريشن حتساوي 6 ميجا وات، 6 دولار لكل ميجا وات اور، لكل ميجا وات اور. حيقعد عندنا هنا البي 1 للفيرست حتساوي 6 ناقص 5.3 على 2 مضروبه في 0.004 وتساوي 87.5 ميجا وات. حيث عندنا هنا بالنسبه للثانيه والثالثه، حيث عندنا هنا P2 P2 حتساوي 6 ناقص 5.5 على 2 مضروبة في 0.006 وتساوي 41.66 ميجا وات. و P3 هذا للفيرست ايتريشن اسف هنا للثيرد باور P3
للثيرد او للاسف للفيرست ايتريشن حتقعد عندنا 6 ناقص 5.8 على 2 في 0.009 وتساوي هنا سكر القوس وتساوي هنا 11.11. لاحظ معي ان طلع نفس النتائج اللي من قبل، هذا بسبب نفس الفرضيه ان احنا افترضنا 6 وهكذا، ولكن تو حيبدا التغيير. ليش؟ لان الدلتا بي حتتغير. دلتا بي للفيرست حتقعد 975 ناقص سميشن البي اي اللي هو 87.5 زائد 41.66 زائد 11.11 وحيطلع عندنا هنا الدلتا بي ديماند حتقعد تساوي 834.72 ميجا وات. طبعا فرق كبير، ما زلنا ما قربناش من الحل. نحسبه دلتا دلتا اكوردنجلي على اساس ان نرفع قيمه الدلتا شويه عشان نوفر الحمل. هنا دلتا التكاليف الاضافيه للفيول حيقعد دلتا او في الواحد حتساوي 800 للفيرست ايتريشن اس، هنا حيقعد 834.7 على سميشن 1 على 2 جاما اي اللي هي 1 على 2 في 0.004 زائد 1 على 2 في 0.006 زائد 1 على 2 في 0.009 حتقعد هنا تساوي 3.16 دولار لكل ميجا وات اور، دولار لكل ميجا وات اور. حيقعد عندنا هنا السكند ايتريشن، حيقعد عندنا هنا السكند ايتريشن لندا للسكند حتساوي 6 زائد 3.16 وتساوي 9.16 دولار، دولار لكل ميجا وات اور. نكمل بقية الحل عندنا هنا. حيقعد عندنا بالنسبة للسكند ايتريشن continuing the process P2 آسف أنا مش أنا حيقعد P1 P1 للسكند ايتريشن حتساوي 9.16 ناقص 5.3 على ال 2 في 0.004 وتساوي 482.89 ميجا وات. و ال P2 حتساوي P2 للسكند ايتريشن حتساوي 9.16 ناقص 5.5 على 2 مضروبه في 0.006 وتساوي 305.26 ميجا وات. و P3 للسكند حيساوي 9.16 ناقص 9.16 ناقص 5.8 على 2 في 0.009 وتساوي 186.84 ميجا وات. هذين ثلاث قدرات في اللي تحصلنا عليهم السكند ايتريشن. نجو هنا دلتا بي نحسبوها من جديد للسكند حتساوي 975 ناقص summation of PI 482.89 زائد 305.26 زائد 186.84.
وهذا كله حيطلع يكافئ زيرو. طبعا مش حي... مرات ما يطلعش صفر بالاكزاكتلي افطنه في حلك في الامتحان، مرات يطلع ما يطلع لكش الدلتا بي صفر اكزاكتلي، ولكن انت خلي عندك سنس يعني بالنتيجة اللي طلعت لك هذه، خليك مجرت يعني، بحيث ان تكون مثلا لو ان دلتا بي مثلا لو نحن نحكو عن hundreds of ميجاوات، مثلا 900 ميجاوات 1000 ميجاوات 400 ميجاوات، وطلع عندك الناتج 1 ميجاوات، مع انه 1 ميجاوات واجد، ولكن يعني يعتبر هذا خلاص ما فيش داعي يعني انك انت تكمل يعني بوينت مثلا 0.5 ميجاوات مثلا، حقيقة هذا تقريبا هو الـ هو الاوبتيمال ديسباتش بتاعك، لان ضروري يكون في امبالانس بين اللود والجنريشن، ضروري يكون في امبالانس عمليا، ضروري يكون في امبالانس. ال 50 هرتز هذه ما يثبتش عندها التردد اطلاقا، عمليا لا يثبت عندها التردد اطلاقا، الفريكوانسي انه يساوي 50 هرتز ما يثبتش عندها ابدا، كان ثبت عندها حتى ثانيه يعني ممكن ثانيه وبعد يتغير خلاص. فبالتالي ايش لو طلع لك مثلا الناتج 0.01 ولا 0.1 ميجاوات، خلاص ما واضح ان ايكونوميك ديسباتش، هذا واضح ان الديسباتش بتاعك ازمت تمام، فما فيش داعي يطلع لك صفر نيوميريكلي، ما فيش داعي يطلع لك صفر قيمته صفر اكزاكتلي يعني معايا، يطلع لك قيمه بسيطه قارنها بالقيم اللي عندك انت وخلاص، حتقعد يعني لو ان هي قيمه بسيطه عادي ما مسموح به الامبالانس اصلا يعني، حتى الجوفرنر يحطوا له في ليميتس معينات ما يتحركش يعني عند امبالانس يكون 0.01 ميجاوات مثلا مع 900 و400 ميجاوات، ما يتحركش الجوفرنر اصلا، مش يخلي الفريكوينسي تذبذب عادي، يتحرك بعد يكون في يعني اعلى من هيك الليميتس هذينا يعني، بحيث انه يعني يهبط الفريكوينسي القيمه معينه بحيث انها تكون سنسد بالجوفرنر والفلاي بولز بتاع جيمس وات. حكينا على الكلام هذا في البلاننج، اتمنى يكون في نوليدج كونكشن ما بين المواد اللي انت خذيتها والمواد اللي نعطوا فيهم توا، ما يقعدش الواحد يصفي في المادة وينسى فيها. هنا طبعا انت دائما في المسألة اللي تقعد constraint optimization كيف هذه، ركزي ملاحظتي هذه، دائما انت ما تبحثش في الانيكواليتي كونسترينتس، الانيكواليتي كونسترينتس اللي هنا ما بين المينيموم والماكسيموم هذين ما تبحثش فيهن في البداية اطلاقا، بحث توا خلي عينك على الانيكواليتي كونسترينت، خلي عينك على الايكواليتي كونسترينت، لعما توفي الايكواليتي كونسترينت وبعدها انظر للانيكواليتي كونسترينت، يعني وفي في البدايه الايكواليتي كونسترينت وبعدها انسبكت ذا انيكواليتي كونسترينت. فهيك تو نحن خلاص وفينا الايكواليتي كونسترينت، وفي الايتريشنز اللي فاتت ما نظرناش ابدا للانيكواليتي كونسترينت. فهنا ذا ايكواليتي كونسترينت the equality constraint is met، اللي هو الدلتا بي يساوي زيرو، ولكن however طبعا لاحظوا هنا من limits متاعات كل واحدة فيهن ان الليمت متاع الاولى كانت القصوى متاعها 450 ميجاوات، فالاولى تجاوزت الحد متاعها، الاولى تجاوزت الحد متاعها، الثانية ما تجاوزتش لأن الليمت متاعتها عند 350 ميجاوات، الثالثة لم تتجاوز لأن الليمت متاعتها عند 200 تقريبا ميجاوات صح أو 250 ميجاوات، فبالتالي الثانية والثالثة لم تتجاوز الليمت ولكن الأولى تجاوزت. however نكتبوا هنا ملاحظة P3 أو P1 exceeds its upper limit it should be it shall be 450 megawatts and kept at this value
وجينا هنا كملنا بقية الحل. حيجد عندنا دلتا بي نيو هتساوي 975 ميجا وات ناقص بدل 482 هنخلوه 450 عند الماكسيموم، والاخرات نحطون زي ما هن لانها لم تتجاوز للماكسيموم ولم تنزل عن المينيموم، فهتقعد هنا 186 في النهايه 0.84. سكر القوس وحيساوي حيقعد عندك انت الناتج بتاعك 32.89 ميجا وات. الفاضل هذا نوزع على بقيه البلانتس، كيف نوزعه؟ نحسب الدلتا لندا الجديده متاحن، هتقعد الدلتا لندا اللي حتوزع على بقيه على اليونت الثانيه والثالثه، دلتا لندا الثانيه حتساوي بقيه الحمل هذا اللي هو 32 ميجا وات. 32 طبعا هيوج امبالانس، على 32 ميجا وات راهو كونسيدربل. حيقعد هذا على 1 على 2 مضروبه في 0.006 اللي هو الترم بتاع اليونت الثانيه، على زائد 1 على 2 في 0.009 الترم الجاما ترم بتاع اليونت الثالثه. حيطلع عندي دلتا لندا حيساوي 0.2368 دولار لكل ميجا وات اور. هذه التكاليف الاضافيه على اليونت الثانيه والثالثه، لان الاولى ما عادش قدرت تشيلها خلاص. حيقعد عندنا لندا للثالثه اللي هي اللندا بتاع السيستم 9.16 زائد 0.2368 وتساوي حوالي 9.4 دولار لكل ميجا وات اور. حيقعد عندنا الايكونوميك ديسباتش بتاعنا هتقعد البي 1 للثيرد ايتريشن حتساوي 450 ميجا وات ماكسيموم، البي 2 نحسبوها من جديد هتقعد هنا باللندا الجديده 9.4 ناقص 5.5 على 2 مضروبه في 0.006 وتطلع قيمتها، هنا 325 ميجا وات. البي الثالثه الثيرد ايتريشن حتساوي 9.4 ناقص 5.5 اسف 9.4 البي الثالثه حتطلع بنفس الحسبه، حتطلع قيمتها كلها نفس حسبه اللندا وهيك، حتطلع قيمتها 200 ميجا وات، 200 ميجا وات. فدلتا بي للثيرد حتساوي 975 ناقص سميشن البي ايز من الاي يساوي 1 لعند الثلاثه، وتطلع قيمتها 0. خلاص يبقى الايكونوميك ديسباتش 450 ميجا وات و 325 ميجا وات و 200 ميجا وات، واللندا متاع هذين الاثنين قيمتها 9.4 لندا اللي يشتغل عندها السيستم 9.4 دولار لكل ميجا وات اور. كاضافه للحل لو افترضنا ان نحن بنحسبوا التوتال كوست، لو افترضنا ان احنا اول حاجه خلينا تو في اللندا، انا مش حنحلها برقميا هذا، حنوريكم بفكرته بس. يعني لو قلت لك احسب اللندا متاع ال 450 لندا الاولى كم توقع قيمتها؟ هي اقل من 9.4 ولا اكبر؟ حتكون اقل من 9.4. ليش؟ لان هي كانت 482 بعد نقصت الباور متاعها لعند ال 450، فتوقع ان اللندا حتنقص متاعها، مش حتقعد تشتغل عند نفس اللندا متاعها. كيف تجيبها؟ تجيب انت اول حاجه عندك انت سي 1 تساوي كذا كذا معادله في الباور صح؟ حتقعد دي سي 1 باي دي بي 1 حتساوي لندا 1 تظلها بس تطلع لك التفاضل متاعها، وبعد عوض بقيمه الباور تساوي 450 ميجا وات.
هيطلع لي قيمة ال DC1 by DP1 at P تساوي أو at P1 تساوي 450 ميجاوات. لو حسبتها هيطلع لك definitely إن اللاندا بتاعها أقل من 9.4 اللاندا بتاع السيستم. لو فرضا طلب مني حساب التوتال كوست هتساوي C1 زائد C2 زائد C3 بتعوض بكل واحدة بالمعادلة بتاعها. هذه C1 at 450 at P1 تساوي عندك المعادلة هذينا عندك في البداية 450 ميجاوات و C2 at P2 تساوي 325 ميجاوات و C3 at P3 تساوي 200 ميجاوات وتطلع فيها C total. لو حسبتها واشتغلت عليها هتطلع فيها C total للتوليد هذا أفضنه لل 975 ميجاوات هتطلع عندي C total 8236.25 دولار لكل أور لأن وحدة التكلفة دولار لكل ساعة بين وحدة التكاليف الإضافية incremental fuel cost دولار لكل ميجاوات أور. فهذه بس عشان أكد عليها بس إن هي دولار بير أور وهو رقم typical راهو هذا يعني لأن نحن عندنا رقم كبير جدا 975 ميجاوات هذا وين هذا يعني رقم ضخم فبالتالي تتوقع التكلفة ممكن تكون حتى أكبر من هيك بير أور يعني. أتمنى تكونوا استفدتوا من المثال هذا. أنا حنفتح الباب للأسئلة لأني عارف أنه قد يكون عندكم بعض الأسئلة حول الموضوع فاستقبلوا أسئلتكم إذا كان في حد عنده أي سؤال وإذا كان ما عندكمش أسئلة أنا نبي نسأل. ما عندك مش أسئلة؟ لا دكتور. نسألنا؟ نسأل؟ سألت. تمام. بالنسبة للمثال اللي فات إذا كان عندنا مثلاً إذا كانت وحدة بدل ما تقعد أكبر من الماكسيموم قعدت وحدة أقل من المينيموم كيف حنعمل انا يعني اذا كان عندي مثلا لو مثلا اذا كان عندي حمل معين اذا كان عندي اقل من المينيموم بمعنى ان هنا let us clear this one فمش هنا المينيموم تاعهم كان قيمته تقريبا لحظه بس 300 سي خلينا بس نذكركم بالليمت هنا P1 أقل من أو يساوي 450 ميجاوات. الكلام هذا مش مكتوب في الكتاب راه هذا بس أسئلة منينا وأكبر من أو يساوي 200 والبي 2 ميجاوات والبي 2 ما بين ال 350 وال 150 والبي 3 ما بين ال 225 و المية ميجاوات. على فرض ان عندنا حمل معين مثلا سي مش 975 لا عند حمل معين مثلا اختار انت اي حمل يعني 300 ولا 400 ميجاوات يعني حمل صغير يعني وكانت عندي مثلا طلعت عندي البي مينيموم في الحسبة بعد توفية الاكواليتي كونسترينت طلعت عندي 150 ميجاوات يعني اقل من المينيموم تاعها كيف نوزع ال 50 كيف نديرها يعني كيف نتعامل مع هالحاله هذه ها نعم دكتور هيك مش راح يطلع لنا الفرق بين الديماند
والديسباتش سالب، بنطرحه وبنحطه يعني بالقيمة المطلقة، بدل ما نجمع الدلتا بنطرحها طرح اللمدة. ممتاز، هذا الكرياتيفيتي هندبان. ان زميلكم شن قال لكم؟ قال لكم الإشارة اللي في الأولى الدلتا لندا حسبناها بقيمة البوزيتيف لأن نحن نبنضيفه، لأن نحن نبنضيفه على اليونس الأخرات حمل الجديد، بينما الحمل هذا أقل من المينيموم، فنضيف عليه هذه، نضيف عليها هذه البي 1 لعم نوصلها لعند الميتين، يبقى رفعت قيمتها أنا في الحالة هذه، أنا رفعت قيمتها في الحالة هذه، رفعت قيمتها بخمسين ميجاوات، فالدلتا لندا الجديدة زي ما حكى لنا زميلكم هتقعد ناقص 50 ميجا وات على سميشن 1 على 2 جاما 2 زائد 1 على 2 جاما 3، يطلع لك دلتا لندا في الحاله هذه بالسالب، يطلع لك دلتا لندا بالسالب، تطرح منها ايش اللندا اللي فاتت وتحسب عند النقصان اللي خذيته من اليونت الاخرات. Is that clear؟ لا دكتور واضح؟ اه واضح دكتور. تمام، نسأل سؤال واحد آخر. نسأل سؤال واحد آخر هين. لو عندنا مثلا حتى بدون وايت بورد، لو عندنا مثلا 2 مليونتس تجاوزا الماكسيموم متاحا، كيف حيكون الحل؟ اثنين مليون تجاوزا الماكسيموم متاح، نشتغل على كل واحدة على حدة، يعني ناخذ اول واحدة اللي تجاوزت مع الاقل اللي لسه ما تجاوزت ونضيفها اياها، واذا لسه الفرق كبير نرد ناخذ الثالثة ونضيفها على الاولى اللي هي الاقل، حتى كلهم يكونوا تحت الليمت. يعني تاخذ انت الفاضل من الماكسيموم اللي تشغل الاثنين هذين تشغلها عند الماكسيموم، ماكسيموم والبقيه وين تحطها؟ على الثالثه صح؟ هذا قصدك ها؟ نعم، واذا ما يعني ما عنديش اي خيار ثاني اصلا. الديماند عليها. بالضبط. نعم. يعني ما عنديش اي خيار ثاني، لما يتجاوز ان 2 يونتس يتجاوز عندك الماكسيموم خذ الفاضل منه وحطه على الثالثه، خلاص ما عندكش اي احتمال اقتصادي واحد اخر في الحاله هذه. ففي حاجات افضل لها، في حاجات ما لهنش علاقه بالماث، في حاجات سيلف ايفيدنت هيك بديهيات، يعني ما تعرف ان انت بالانجينيرنج لانك انت عندك خبره في واخذ يعني دارس واخذ بري ريكويسيتس واجد قبل ما تجي للباور سيستم ايكونومكس، فبالتالي ايش من خبرتك في دراستك في الهندسه هتعرف الحاجات اللي كيف هذه. شكرا، جزاكم الله خير على حسن الانصات، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. المحاضرة الجاية بإذن الله، طبعا بالنسبة للهومورك أنا مش الهومورك اللي هو الكويز، أنا حنصحها بإذن الله في الويك إند وحنرفع لكم النتائج، وأتمنى أن يكون حتى كان في حد عنده أي استفسار ولا كذا يكون الاستفسار من باب الاستفادة مش من باب أنه بيراجع عشان علامات ولا كذا، لأن زي ما قلت لكم أنتم لأن أنا نقرأ في إجابتك كويس، نقرأ فيها يعني وزي ما قلت لك أنت مثلا في حاجات معينة السبب يكون بتاعك بارشل، فنحتاج ان نعطيه عليك بارشل كريدت، ما نعطيكش عليه فول كريدت. مثلا على سبيل المثال السؤال الاول، ليش مثلا الرينيوبل ما زال يعني مستحق في حتى في الدول المتطوره، حتى في بعض الدول المتطوره، لان مثلا تبدا انت تذكر في مزايا الثيرمال يونتس، ان مثلا الفلكسيبيليتي من ناحيه متابعه الاحمال، ان الانرجي دنسيتي متاعها كبيره، الكباسيتي متاعها كبيره، ويعني حاجات هيك، فهمت كيف؟ مثلا تفرض انك انت ذكرت ميزه الفلكسيبيليتي بس، وميزه الكباسيتي حتى هي ميزه كبيره، لان الكباسيتي بدون ثيرمال باور بلانت حيقعد السيستم كله ديستريبيوتد جنريشن، حيقعد يحطه في الوينت تربينز ولا هني في يعني قصدي الانرجي دنسيتي بتاعها خفيفه مقارنه بالارقام اللي يطلع من الثيرمال بلانت والنيوكلير، كذلك بسبب نقص الريسورسز اللي في
اللي في البلد اللي في البلد المتطور هذا او كبر عدد السكان فيه يتطلب ان هم يلجأوا للحاجات الكثافين. فزي ما قلت لك انت نبي فلسفي، ما نبيش بس اجابه واحده والله مثلا لا حاجه، لا يعني حنقرا اجابتك كويس وحنقيمك عليها، ولكن زي ما قلت لكم انتم يعني مش حيكون همي اني ناخذ منك علامات ولا نعطيك علامات، همي انك انت تكون فاهم بس. فدونت وري، اي حد اجابته واضحه ويعني ملمه ونشعر انه هو فعلا مذاكر من اجابته يبان الطالب المذاكر، ان شاء الله نعطيه حتى عليه فول مارك عادي، يعني ما فيش اشكاليه يقعد عليه فول ياخذ عليها ان شاء الله في حاله انه هو كانت اجابته كامله ومتناسقه وهيك. وبالنسبه مثلا للسؤال الثاني الكوادراتيك فانكشن، ليش نختاره في كوادراتيك فانكشن؟ عشان نعمله موديلنج للكوست بتاع البلانت. انت خذ النقيضين يعني في الحاله هذه، لو ان هي لينير مثلا بدون كوادراتيك تيرم، لو ان هي لينير حتكون الموضوع لس اكيوريت، ولو ان هي اكثر من كوادراتيك يعني تو مكعبه مثلا او كيوبيك ولا هكي فيها تيرم حيكون الاوبتمايزيشن بتاعها اعقد. فتو جين the simplicity and accuracy or to gain reasonable accuracy and simplicity accuracy or simplicity الميزتين هذين we should choose quadratic function. وهذا لا أتوقع أنك أنت مش موجود حتى في الكتاب ولا هكي، أتوقع أن الواحد يعني يحتاج أنه يفكر ويجاوبه ويعني. وكذلك الأسئلة اللي يكون في الامتحان أسئلة حيكون نعلل، أسئلة حيكون على مسائل بالأرقام، المسائل اللي بالارقام انا مرات نجيب مساله انا اللي نالفها اصلا، ما فيش ما مش حتلقاها بالارقام ابدا في لا في الهوم وورك ولا في ما دام الامتحان اوبن بوك، انا حنجيب لك مساله من عندي اصلا بالارقام من عندي انا، ما مش موجوده نوت ببلشت ولا حتى واحد مستعملها من قبل. تمام، فزي ما قلت لكم انتم تيك كير اوف ذيس ايشوز، انك انت تذاكر جيدا وانك انت تعرف كيف تستفيد من الامتحان الاوبن بوك، لان مش حي بالذات المسائل حيكون المسائل نجيبهن من عندي أنا يعني نألفهن أنا ونكتب النص متاحن والمعادلات وكل شيء ونحلهن وهكذا. فبالتالي بس أنت تعرف كيف تستعمل الكونسبت، تستعمل الريسورسز اللي موجودة عندك وهكذا. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وما فيش أي سؤال قبل ما ننهي المحاضرة. تمام، تذكير أخير بخصوص المطلب، بخصوص التاسك بتاع المطلب إن شاء الله هنعطيها المحاضرة الجاية بإذن الله تعالى. يعني هنعطيها المحاضرة الجاية إن شاء الله، وكل واحد ما عندهش مطلب يكون شير السكرين مع واحد عنده مطلب بحيث إنه يشتغلوا مع بعضهم، يعني كل اثنين مع بعضهم. أنتوا عددكم 12 صح؟ كم واحد؟ أنا 13 بي أنا 12، ممكن نشوفه في الريجنيو بعدين. لو فضل واحد يبي يشتغل لحاله ما فيش مشكلة، لو يبي ينضم الفريق واحد آخر مثلا أو يقعدوا مثلا، لو أن عددكم 13 مثلا، والله I think أنكم أنتوا over all 12. فأنيوي تنشوف أنا بعدين، ومش هنلجأ إلى ثلاث وحدين في نفس الريبورت إلا في حالة ضرارية جدا، لكن الأفضل أن اثنين اثنين. تمام، الأفضل أن كل اثنين مع بعض، كل اثنين مع بعضهم. تمام، وزي ما قلت لكم أنتم حيكون في أورال إكزام على الكمبيوتر تاسك هذه، فضروري كل واحد يفكر في كل سنتنس كتبها في الريبورت بتاعه قبل ما يكتبها، ما يكتبش حاجة ما هوش فاهمها نسأله حاجة في الريبورت بتاعه كتبها وما هوش فاهمها، أو مثلا واحد ما هوش فاهم يعني كيف الميكانيزم اللي طلعنا بها النتائج ولا كذا. نوع ضروري اتليست جنرالي تقعد انت عارف جميع التفاصيل متاعات الريبورت متاعك. تمام، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ويعطيكم الله العافيه، واذا ما عندكمش اي سؤال بامكانكم تفضلوا. بارك الله فيكم، شكرا.